رمضان كريم. ما أنت واحد سوكي يعني إذا كل هذا ما هتصن هولا قرن كوه هيسانة في رمضان وحن كل هذا دونا لا بوق ضو قرة مدوا دو فانتي كل فتاه قبل الله لحدة سناك ساحل مرودشيح أوضل يسرن ساوك العصليد با انتابا ويسامس قضب كالاباد وويرركا تلسك مقدشة كسو قادي سومالي لان سوان وقنوضي بشاب ميبا ويرركا توقتها يكوها ينحيد مدقنا كسومالي لان تهوري الدوفانتا أرتا إلهي نقلب قرية دوفانت واحد كتبت مسايبه وأوين تنا كناعة ذلك إنه خروق من الهانشرين أو ذيك الشيكة تاريخ دوفان تعلق حيو قاله وين أركي تري دوفانه ولي عبضا أنت برجع إندي نوشان كوب بيجان شو جغرافيا هان إجيس كأفريقيا هالك هي رأيود بدو يلقر لكن بدنا عص أو بديرة أنت بدل دوفانه له لا بكلا بيسوري كتير عمرة أدون كيس بدي شيء أوجد زي الشجر ولما دا عمرة تقارنا دوفان ترى واحد كك علي والكبل عون تلميل لو وقصير ده صغدر عك تذا يا ترى حول جي أهري وواحد عمر كده قاقان إن الشيء حق بدن بري طبعا شو عمر كويس بس حق بدن له تبى ترى حق يا أي سما يسم تبع وحي قول لها حتى بقدرة الله حاجة بضع عص إيادو حوق الوقت أي حيواك صرفت لا سقري إلا لو يعد حوق جيد وين وحكور عي وأمري استروغي لما شو ويري وبل عيدو إلى هاي كوبي هدي استروغا سبلا عنا الله هيد بدي مقالاي كوبي دو كان كور عدي إيادو كوبا بواح مرتين دريقا لغايا إيا كونفرقون حيدو بيغر وبل عيدنا أنا مركب بلانين لكن روبك يا دبيشي يا بيه لا أي يا دحنتي أي إرادة شبوتي إرا إيو جارين كيس فكوا بلان خسارة إما ك سوما لاتك سو جاري تذكرين تي واكون تنقف وسيالي أفر تنقف سوما لا نور تدوقف رغير وحماية تالك وقالي بدي كنترن أي كل شيء أنا قصدي سلوك الدجناء أو خيرات الدجناء شنبة عروش الشركة يا أخ تذكر أنت أي تدوبات أنا وعداوة مقالوا إنك دوي ما بدي مقالوا إنك أقلادي سكولادي وحي كوش قنين مالي أمسي أشياء دي وبدي وحالة يابله طب إيش أنا وحي سيدي إنه هتسوي كأنه وحوي حاره أيام بقول كي بس ديت أنا كبر بحال وحلا يام لي حاره وحقونا فضل بين أدم لا أهل الإسلام وكان نفس الجوا جير جير حرسنا هل كيس كل مختي كي داقي أمريكا دبي تشوي دبي دكوا كشيء صار الحرينا نافور بيها كيس كل مختي أورتي دبرنايد أو كأفريقيا تركا إيران عمرارا تمروا ما كان فرق حولا حولك هل كي أقدر راقل كنتي سوق بختي أرت إلهي ما هدي وي حوج إنت عليك أما السحر أقدر هسي أما برا فسي إيه إما شد بين آدم يدي حطاتك آد يا آد بيجي ريمك الله يحولا ده ما شد حوج يدو حكون علي لبدك مو لو هيا يبكي تجمعوا كلا تدكوا لو لا وقف قف قف أي أوفتي إلهي وكاني إلهي بانا إنه عود علم دون قرنك وحا إنت هذا وحا قوان لما نشتك كد عايي بورا إحب تود عايي هذا يتروينه قانا وضع كان على بورا من واعريلي ووضع خطره
marka roodkeenu ma dhisma waa jidcadde jidcadkuna waa biyo mareen marka iminka waxa dhiba gaari aan Land Cruiser ahayn siduu u gaaro meelaha qaarkood waxaa jira raashin baxay mid ay iska ururiyeen guddidii abaalaha awdal oo ay hore u hayeen kadir ahayeen iyo kuwa halka laga dirayba wixii aanay helikopter qaadinay weli dhexda ku jira u gaari kari lahay weliba waa lagu haya qura lagu haya Garissa iyo xariirada waxay jiraan 120 inta u dhaxaysa weli lama gelin wararka imanayaan waxa weeye dadku waa fayoow yahay laakiin xoolaha ku dhamaaday jeedkan waa go'ay dawga qurana maraya waa ka dhaadhaca xadka mara ee xariirada maray Cabdi Qaadir mara iyo kan bulxaale sakadeeda ka wareega oo isadii badan oo booyadii halka ka tagtay lagu lahaa lagu dhaamiyo awdal ruuxaya ay ku jirtay 8:40 oo kulbala ku soo jiiday noqotay dhaataas aan raacday ilaahay umbeer gureer hasuuna maadiya inuu shicib ka soo qaaday in gurbada uu galay ku duceeya ku xoolo ku tara ku xoogiisa la taga ku aqoonsi la taga marka ummadda Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa ugu baaqaya inuu qof waliba wixii uu tabarayo gurmadka kaga qayb galo kii xoolahaya uu xoolaha huro kii aqoon leh uu aqoontiisa huro kii xoog leh uu xoogga huro waxaan korka raba ilaa laas qoray oo wixii ay laash ku shaqaysanayeenba ka baxay badu qaaday ummad oo ku tirsan kalluunka oo warshad ku lahayd ayaan qofka ka shaqatay ama wax yar ka shaqatay ilaa kii xoolaha lahaa insha Allah waynu ka soo kaban ilaahayna isaga raxmaan oo cawl khir qabo inuu siino isaga inuu dadajin waxaa jirta guddiga oo faanta qabilsan oo dhowr wasaarad ka kooban waxay sameeyeen horraac dhibaatada intellectual evaluation-ka waxaa imikana ay sameeyeen ribool caama si comprehensive oo nidaamsan waxa dhacay caalamka loo gaarsay inaguna ogaano hawshan u qaybsanaato aan isbuuqiyo dhexyaawreen gurmadkii u horreeyay waxay naga soo gaaray Jabuuti kii labaad waxay naga soo gaaray Imaaraadka Carabta caalamka kalena gurmadkoodii aad bay soo qabanqaabinayaan safaradan umay la soo hadleen hay-adaha horumay ordayaan hay-adaha qaarkood goobta way gaareen waxaan u tagay UNICEF hay-ad la yiraahdo way isqaybiyeen hay-aduhu si nidaamsan bay isu qaybiyeen oo qolo waxaa loo qaybi kaariyo saaxil qaar sanaag qaar hargeys Balochex gobol goolba loo qaybiyey laakiin gobollada buuraha ka hoose iyo buurleyda ayaa la mari karin gaar aan mari karin dhibaatada waa taa inaguna helikopterooyin maynaan yeelan insha allahu mustaqbalkoodna heli doonaa taa waxaan kusoo kabaya dhibaato dhacdana oo intaasi la eg tahay qarankana waxaa la rabaa inuu gurmado siiba dadka caafimaadka yaqaana loo baahan yahay xoolaha iyo dadkaba jaamacadaha cusbitaalada kuwa brifitka dadka badan haya maanta waa heer qaran gurmadka lagooda qayb galaya iyadoo la faray buuq cusbitaal waliba shaqaalaysa jaamacadana caafimaadkeeda wasiirka caafimaadka waxaa hogaaminaya wasiirka caafimaadka waa la qorsheynayaa si loo gaari karo dadka xanaanada xoolaha iyo dhalinyarada xoogga ah sidii loo gubi lahaa xoolo bakti oo jiifa meel biyo mareenka ah oo hadduu roob kale oo biyo mareenka ay qaado xoolaha baktiga dadku ku soo doonan biyaha cabi doonaan taa intaas ka baxay gobol u baahan wadamida qof lama ka saaska xartaaro